أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ريد حلا، والذي يأتيكم عبر قناة بداية الفضائية مساء كل جمعة الساعة 9 مساء. أغنى فقير هو موضوعنا لهذا اليوم، وباسمكم حقيقة جميعا نسأل الله عز وجل، قبل ذلك لازم نشكره ونثني عليه بما هو أهل أن يسر لنا حقيقة هذا اللقاء وجدده لنا في بداية هذا العام 1432، نسيت أقول هذا، وكل الشكر لله عز وجل، ثم للقائمين على قناة بداية الفضائية على ثقتهم في البرنامج وفريق العمل الذي يعني جعلونا أن نستمر معكم لدورة جديدة، وأتوقع أن هذا ما كان يكون بعد فضل الله عز وجل إلا بدعمكم واتصالاتكم ومتابعتكم التي كان لها بعد الله يعني هي الدعم الأول، فكل الشكر لكم على ذلك. المواضيع تتعدد والقصص تتجدد، فأتمنى وأرجو وأنا أشعر بالفخر والشرف والأنس والسعادة حينما تكون أول حلقة في دورتنا الجديدة لعام 1432 أن يكون معنا ضيف أحببناه وأحببتموه، استضفناه لكنكم لم تستضيفوه إلا في هذه الحلقة في هذا اليوم المبارك عندي. لست بحاجة إلى مقدمة ولست بحاجة إلى يعني مدح وثناء له، لعلم الأكيد أنه لا يحب حقيقة المدح والثناء، إنما يحب الدعاء له بأن يوفقه الله وأن يسدده وأن يجعل ما يقوله يخرج من القلب إلى القلب فيصل مخلصا، وهذا ما نتمنى. فقط أتمنى أرجو أن تتصل على من تحب وتقول تابع قناة بداية اليوم، فموضوعنا أغنى فقير. الحلقة الماضية بكيتم و تأثرتم من قصة حكاها ضيفنا في هذا اليوم. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد، حياك الله بمجرد. حياك الله حبيبي، يا هلا والله والله، حياك الله. تلك البسمة وتلك الضحكة اللي شاهدتموها على محيا الشيخ عبد المحسن هي التي نحبها ونتطلع إليها، لكن يتغلى، لكن ليتغلى ما نقول تخلى، ليتغلى يغلى في قاموسي هو قاموسي أنا معه، أن هناك ناس ما تقول إذا تغلوا وتخلوا، لا بالعكس يتغلون فيغلون علينا ويجون إن شاء الله ويشرفوننا كما تشاهدون. طبعا قد يكون هذه الحلقة فيها شيء من الإيمانيات، شيء من التأثير، شيء من الخشوع، لا بس دعونا نرقق قلوبنا. بعض الأخوان وبعض الأخوات يتمنون تلك الكلمات الجميلة التي يعني ممكن أن تؤثر عليك، إنسان ما يصلي فيبدأ يصلي، إنسان عاقل والديه فيبر والديه، إنسان امرأة مع الأسف ترى أن الأخطاء موجودة في حجابها في اختلاطها فتعيد حساباتها من جديد، ليس عيبا أننا نختلك، العيب أن نبقى على خطائنا. قبل هذا وكله دعونا نتابع هذا الفاصل ثم سنعود لكم إن شاء الله، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واللون يتغير. اثنين وستين، 45، ضغط الدم ينزل. ما بقي إلا عدة نبضات. اللون شاحب والبصر خاشع وشاخص. ثم مات. كل نفس ذائقة الموت. قصص
لا أنساها، لكن والذي نفسي بيده وجهه ما هو في نور، وجه نور، قصص الرأس يرتفع والدموع تذرف، دقائق من الحياة أنزل الرأس، قصص ثم روى حديث عن أحمد، ثم شهب شهب فجأة والدموع على خديه، ترفع يديه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن بما ختمت الصحيفة؟ قال لا إله إلا الله ثم مات. قال يا ولدي ودي أقولها لكني ما أقدر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، والله إني لا أرى منزلتي من النار، والله إني لا أرى منزلتي من النار، والله إني لا أرى منزلتي من النار. فجاء بالسيارة تنقلب، ثم قذفت فيه السيارة واشتعلت بجانبه، صارت تدور من لطف الله عز وجل، ما بينه وبينها إلا خطوة قصص، والله خرق الزجاج أجزاء جسمه، وأنا أقول له تذكر كلامك يا فهد اليوم، وهو يبكي يصطرخ جسمه كله مخرق. لا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. لا أنسى. شاب 28 سنة أصيب بجلطة في المخ، فصار لا يعي ما يقول، يرمي بالكلمات كيفما اتفق، والله أن هذه الكلمات التي لا يعنيها ولا يعيها خير عند الله من ملايين الكلمات التي يطلقها من عد من العقلاء. ما يقول لك إلا آية، لأن ما في المخ إلا آية، ثم يقول رواه أحمد ويقول حديث. أتيت عنده وإذا به بملابس المستشفى، ما كان مشخص، لكن والذي نفسي بيده وجهه نور، ما هو فيه نور، وجهه نور، وليس من رأى كمن سمع. لما أتيت عنده أحببت أن أذكره بالله عز وجل، فقلت وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقدامك لك؟ لا والله، لله، وما حركها إلا الله، ويوم يريدها سيأخذها. عينيك لك؟ لا والله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يجزينا على هذا الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ما هي ردة الفعل؟ نظر إليه وتبسم، ثم صار ينظر على اليمين ويشير بيده على العناية المركزة والأجهزة والطاقم الطبي، ويقول والله ما أنتم إلا أسباب، أنتم أسباب، أنتم أسباب. ثم رفع بصره ورفع الرأس إلى السماء، واستشعر عظمة من هناك مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، من الملائكة له يسبحون الليل والنهار لا يفترون. استشعر هذه العظمة، فالرأس يرتفع والدموع تذرف، دقائق من الحياة أنزل الرأس، ثم روى حديث عن أحمد، ثم شهق شهقات وهو مطأطئ الرأس. بعد هذا الفاصل نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يعني يكون آخر كلام من الدنيا شهادة لا إله إلا الله، إنه أعظم مسؤول. أذكركم بأرقام الهواتف، وستخرج بعد قليل للتواصل معنا، وأتمنى حقيقة من يعني
يتصل أو يشارك أن يكون قدر الإمكان موجزا في يعني مداخلته أو في كلامه أو في رسالته التي تحب الوصول أو إيصالها إلينا. رقم أو عفوا الإيميل يعمل معنا على يعني مدار الساعة إلى الحلقة القادمة. أرسلوا ما تريدوا، هذا الإيميل خاص بي كما تشاهدون، ترسلون عليه يعني مشاركاتكم لمن أراد الفوز بجائزة البرنامج الشهرية وهي عبارة عن لابتوب. أما اليوم سنشرف إن شاء الله بتسليم هديتنا للشيخ عبد المحسن الأحمد جهاز لابتوب، لكن في نهاية اللقاء إن شاء الله. أترك الآن المجال للشيخ عبد المحسن الأحمد متحدثا ومتكلما إلى محبيه عبر قناة بداية الفضائية وكذلك عبر برنامج أريد حلا، فماذا عساك تقول يا أبو مجاهد؟ أول شيء أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أولا يعني نستعين بالله عز وجل، لأنه إذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى وسدد هذا اللسان وهذا القلب وسدد قلوب من يستمع ومن يقول، فوالله لن نخرج بشيء. لكن أسأل الله عز وجل أن يتولى كل كلامنا وكل أفعالنا ونياتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه، وأن يجعل هذا المجلس لمن شاهده ومن سمعه ومن تكلم فيه شاهدا له يوم يلقاه. أسأل الله أن يكون ناصعا في صفحاتنا يوم نلقاه. عنوان الحلقة اليوم اللقاء أغنى فقير. من هو هذا الفقير؟ يعني هل الملك فقير؟ هل الوزير فقير؟ هل من عنده بنك فقير؟ الله عز وجل أعلنها، وكل ما جاء في هذا الكتاب فهو حق. هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فأي شيء جاء في هذا الكتاب حق. الله سبحانه أعلن إعلان لكل البشرية، من الملك إلى من لا يملك ريال ولا جنيه ولا قرش، أعلن إعلان لكل الناس على مناصبهم وعلى كراسي رئاستهم وفي بنوكهم ومتاجرهم. قال سبحانه: يا أيها الناس. أنت من الناس؟ كم عندك؟ مليون؟ والله أنك من الناس. عندك ألف؟ من الناس. عندك ريال؟ من الناس. يا أيها الناس أنتم، ما لنا يا رب؟ كلنا ناس، ما لنا؟ شفينا. أنتم الفقراء. لكن لمن؟ أنا لست فقير للشيخ أبو عبد الله، وليس هو فقير لي، ولست فقير لصاحب البنك، ولست فقير للملك. فقير إذن لمن؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. من غناه: إن يشأ يذهبكم ملوككم وأمراؤكم ومدرسيكم ووزراؤكم، لا يحتاج إلى أحد. كل هؤلاء يحتاجون، كل واحد يحتاج للثاني، كل فقير يحتاج للغني اللي فوقه، إلا الله، ليس فوقه أحد وليس كمثله شيء. قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ففي الجملة الكل فقراء، كل الناس فقراء. السؤال هنا، هذا القرآن دلنا إلى كيف أن يكون هذا الفقير أغنى أهل الأرض. والله يا شيخ عادل ومن يسمعني من أخواني ومن إخواني وأخواتي، أعلم رجل في رمضان هذا الفائت كان في المعتكف، جلس 3 أيام في المعتكف، 3 أيام على آية واحدة ما قدر يخلصها. وش الآية هذه؟ آية يمكن أكثرنا يحفظها، لكن مشكلتنا يا جماعة مو مع هذا القرآن، ليست قضية حفظ. مشكلتنا مع هذا القرآن قضية هجر، إنما هو في جانب نحفظه حافظين، لكن لجأ قضية تطبيق. زي الحين لما تشوف واحد في المسجد توه مسلم
يقول اللهم لا مانع لما أعطيت، وناظر الناس لا مانع لما أعطيت، حافظه بس قاعد يقول كلام بس ما مفكر فيه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طلع جته رسالة قال والله الظاهر المدير مخطط عليك بيفصلك. اللي ما يرحم ولا يخير رحمة ربي تنزل راح عنده، لو ضايق صدره مكتم بيقطعون رزقي. توك قاعد تقول لا مانع لما أعطيت لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ليش وش ليش يا جماعه نقول كلام ما نعرف ما نفكر فيه؟ هذه هنا المشكله، توقع كل اضطراب وكل هم وكل حزن اذا صرت تقول كلام وهذا القلب ما يعي. هذا القران جاء عشان يطمن قلبك، يعلمك ان قضاياك ليست عند اي غني، هي عند غني واحد فقط هو الله عز وجل. كل الناس اللي تحتاجهم هم في حاجه رب العالمين. فالايه اللي وقف معها قال الله سبحانه وتعالى فيها، يمكن طبعا أقولها يقول واحد طيب وش فيها الآية كلنا حافظينها وعارفينها، يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا، ضرب من اللي ضرب المثل وهو ملك ملوك الأرض، ها ضرب الله مثلا الرجل عبدا، سبحانك عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. تخيل يا شيخ عادل دخلت قرية ولا دولة، كل من يسمعني الآن تخيل أنك دخلت في دولة وأنت داخل شفت المشهد هذا، لأن في الآية مشهدين، وأنت داخل في هذه الدولة أو في هذه القرية وقع عينك على عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، واحد متصفط وجالس وما عنده أي شيء، ما يملك، يأمره المولى اللي عنده مولاه يأمره سيده ويطبق ما يسوي شيء، لا يقدر على شيء، لا عنده فلوس. شوف الله سبحانه لما يقول لا يقدر على شيء يعني ولا شيء، أصلا هو في بداية الآية قال عبدا مملوكا، والمملوك أصلا ما يقدر، لكن الله يريدك أن تركز، إذا فاتت عليك عبدا ومملوكا فاتت ما تفوتك لا يقدر على شيء. ها هذه الآية اللي بعدها قال ورجلا، يعني أنت قاعد طالع الضعيف المسكين ناظرت ورجلا آخر قال ومن، استغفر الله، قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن نظرت إلا واحد ثاني، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، واحد عنده الملايين والمليارات والخدم والحشم وانت شايف اثنين، ها قال فهو ينفق منه سرا وجهرا. كم تبغى أنت؟ قال والله أبغى مليون مسكين ما عندي دين، قال خذ مليون. الثاني قال والله أبغى أتزوج، قال خذ 100,000. الرابع قال والله أنا ما معي سيارة جايب ليموزين، قال خذ سيارة. طيب في ناس بالسر سرا وجهرا، واحد طلب معروض وعطاه، قال هل يستوياني مثلا؟ سبحان الله، أنت قاعد طالع الحين في الدولة هذه دخلت شفت المشهدين، هل يستوياني مثلا؟ يعني أنت لو محتاج شيء بتروح هذا ولا هذا؟ قال الحمد لله. شوف الآية كيف يقول الله هل يستويان مثلا، كل العقول بتقول لا والله ما يستوون. قال بعدها الحمد لله، يقولها من أعماق قلبك الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. حطها النسبة، أكثرهم، قسم أهل الأرض والكرة الأرضية تخيلها في رأسك الآن وحط تضليلة على أكثرهم لا يعلمون. إيش المشهد؟ طيب وإيش المقصود من هالآية ذي؟ الله يقول لك الآن لو أنت دخلت الدولة وعندك حاجة وشفت هالعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء وشفت اللي قاعد يوزع ويعطي هذا وهذا، بتروح لمن؟ على طول بتكون ما يبغى لها سؤال، يا أخي أبغى أروح لهذا، ولا أنت ملتفت لهذا مرة أبدا؟ قال يا أخي ماني ملتفت، ليش؟ قال لا يقدر، ماني بحاجة، هو محتاجني، لا يقدر على شيء. فعشان كذا الله في الآخر الآية قال لك يستوون، وبيثبت لك أنك تقول كلام بس تسوي شيء ثاني. الله يضرب هذا المثل له جل جلاله ولله المثل الأعلى، يقول كل ملوك الأرض، ما هو الناس اللي تحتاجهم الأغنياء، لا، ملوك الأرض عندي مثل العبيد هذولي ما يقدرون على شيء، وأنا اللي أنفقوا منه. يقول فك أنت عرفت أن هذا الملك يقدر ينفعك يا شيخ بشيء الآن؟ ما يقدر، لأنه ممكن يوعدك بكرة ويموت اليوم. الوزير يقدر يسوي لك شيء؟ ما يقدر، لكن ولا يقدر حتى لو ما مات، ما يقدر إلا لين أمره الملك اللي في السماء. فمتى يكون هذا الكلام في قلوبنا؟ أني أجي أقدم معاملة وأنا أقول والله للي مقدم عليه أقول هذا مسكين، لأنه ما يقدر يسوي لي شيء. فإذا يا جماعة القضية هذه قعدت معها الرجل 3 أيام
يقول متى نفهم هذا الكلام؟ أني أنا كل الناس هذولي الله مغنين عنها. هنا تطلع من أفقر إلى أغنى الناس. هنا تكون غني متى؟ إذا عرفت من هو ربك سبحانه وتعالى. باقي وقت يا شيخ معي باقي وقت، بس أغلب رسائل الجوال تقول الفقير لله فلان، الفقير لله فلان. يعني هل الناس كتبوا كلمة فقير وفقراء بناء على كلامك وتأثروا؟ لكن هل نحن نوقن بهذا الشيء يا شيخ عبد المحسن؟ أننا فقراء لما شاهدنا اللقطات يعني، وتوقع يا شيخ عبد المحسن أنت بالذات وقفت على حالات يعني في لحظات حرجة إنسان تخرج روحه لله عز وجل، فتوقع من شاهد ومن يعني عاين ليس كمن سمع القصة التي تليها أو التي بعدها أو ربما حادثة جديدة. يعني قبل قليل وين كان هذا مشهد تمثيل يعني تتابع معي الحين عبد المحسن شاو عبد المحسن، لكن هو صحيح في ناس يعني يمسك الله على ألسنتهم فلا يقولون لا إله إلا الله. هل يعني عندنا ضعف في اليقين بالله عز وجل أو وصول هذه الدرجات ممكن؟ وهذا اللي الله سبحانه ذكره في آخر الآية، قال بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون هو يقول كلام، عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال أحسب الناس أن يتركوا سودان أن يقولوا آمنا؟ يقول أنا مؤمن بالله والله قدير وسميع وعظيم. طيب وليش ما تلتجئ له لوحده؟ عرفت عليه شيخنا؟ معك معك. ولازم بعدها يقولك لكن بس أي بس ولكن تحذف اللي قبلها، الله سميع بصير انحذفت هذه مع لكن. لأجل هذا حبيبي الله سبحانه وتعالى لما قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، لجعل وقت الرخاء قال الحمد لله نحن مؤمنين بالله عز وجل والله قادر ينجيني وقادر يشفيني وقادر يسدد ديني وقادر وقادر وقادر. طيب إذا وقع القضية آخر من يفكر فيها الله عز وجل تلقاه يقعد شك قدام واحد، والله يا شيخ لو تشوفه وهو يتشكالك تقول هذا سبحان الله بيطلع قلبه عندي، لكن لجأ يسجد أقرب ما يكون لله هو ساجد سريع ضربها وقام. هل هذا فهم الآية اللي تو قلناها؟ لا والله لا والله، هذا ترك اللي ينفق منه سرا وجهرا وراح للعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء. طيب ليش الإلحاح علينا احنا كمستشارين وعلى برنامج يريد حلا وغيرها؟ انا عندي مشكله، انا عندي مصيبه، بيتي بينها، ترى تعبت. هذا الان هذه قضيه طبعا اسبابها كثير يا شيخ. لا يعني هل معناه في ضعف ما في توكل؟ مثل ما قلت هذا اول أمر. عندك سجود الان، انت بين يدي من يعني سيعطيك ما تريد. يا سلام بعد كلامك اللي قلته. لاجل هذا يا شيخنا الان اذا ما تعلق القلب بالقوي بيتعلق بالضعفاء. هذا الحس الحين انا لازم اتنفس، الحين ابى اتنفس بتنفس، اذا في اكسجين بتنفس اكسجين. طيب لو سكرت علي الغرفه هذه والاستوديو وحطيت لي غاز ابى اكتم نفسي شوي بس لازم اتنفس. فانت بتدعو وبتلتجئ بتلتجئ، بس بتلتجئ لمن؟ للغني اللي ما يحتاج احد واللي قادر وله سبحانه الحكم على كل من دونه، ولا بتلتجئ لواحد وضعيف يحتاج لغيره؟ هذه القضية. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما قال أمن جعل الأرض قرارا، يقول من اللي ثبت الأرض هذه؟ ما يقدر ثبتك في محنتك، أنت أعظم من الأرض. وجعل خلالها أنهارا، اللي أجرى الأمور هذه كلها ما يقدر يمشي أمورك. وجعل لها رواسي، ثبت الأرض هذه كلها بالرواسي. وجعل بين البحرين حاجزا، بحر بعض ويوم أراد الله يحجزه عن المالح عن العذب حجزه، فيقدر يحجزك عن مصائبك ويقدر يحجزك عن عدوك ويقدر يحجزك عن من هو من تسلط عليك وهو بحر واحد. ها قال أإله مع الله؟ تقول لا. قال بل أكثرهم لا يعلمون. وش الآية اللي بعدها؟ قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي سوء؟ بس لاحظ قال مضطر، إذا ما قال راحوا امتحن المستشارين تكفون عندي ها، لا قال إذا دعاه. شفت الشروط؟ الشروط ترى واضحة في القرآن ما في غبش. أنت مضطر حققت 50%، 50% الثانية وين رحت؟ إذا دعاه ولا قلبك راح مني؟ عرف لأن تعرف واسطة ها وين راح الله؟ إذا ما حققت الثنتين ما تحصل لك الثالثة يكشف السوء. عشان كذا مشاكلنا طويلة، يعني تشكينا شكاوى كلها بثت على الأرض أرضية ما راحت فوق. صح. عرفت علي يا شيخ وش قال في آخر الآية؟ قال ويكشف السوء ويجعلكم من الضعف والذل خلفاء، غني غنى فقير، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ وش قال في آخرها؟ قال قليلا ما تذكرون. إذا سجد طقها بسرعة ومشى. طيب ليش ما تتشكل الغني مثل ما تشكل الفقراء؟ ليش تروح للعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء وتقعد تضيع وقتك معه وتترك وتذرون أحسن الخالقين الله؟ فإذا عندنا مشكلة إحنا، يعني الله سبحانه أثبتها في القرآن، قال قالوا آمنا بأفواههم، كلامه جميل متوكلين على الله وعارفين الله، لكن قال ولم تؤمن
قلوبهم. عشان كذا يا شيخي اصلا انه يعني وهذا مثال طرحته في كذا كذا يعني اللي في الحرم المكي الشريف مثلا او في المسجد اشوفه او شاهده ساجد لله عز وجل ينتفض ينتفض هو ساجد مدة دقائق معدودة. هذا هو أغنى فقير الشيخ عبد المحسن. الله أكبر الله أكبر. هو أنت ما افتقرت للغني وحده يا أخي. أبى الله عز وجل إلا أن يعز من انكسر بين يديه، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره. عشان كذا في حديث الأثر القاد الله عز وجل الأثر القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض، أطبقت السماء على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها، وهذا العبد معتصم بالله يا رب إلا جعلت له بينها مخرجا. الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت وهذا العبد ما جاء شيء. وعزتي وجلالي تكملة الأثر: ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه. وراح للشيخ عادل ورسائل والشيخ ما تردون من تحولني عليه، وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير، وبثت كل الشكوى على الأرض وما صار شيء. الدليل الشاهد: هل هذا القرآن، هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله؟ أبدا أبدا. والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك. وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل. وخلني أنا أعيد مثال يعني تكلمت عنه كذا مرة يا شيخ، بس لابد نفهم المثال هذا. شيخ عادل، أنت عندك الآن نملة هنا في هذه الطاولة في مكان أصبعي، وأنت الآن قلت للنملة هذه إذا استعنت بي والله ما أخيبك، وهي نملة. فجاءوا 44 نملة في الجهة الثانية يريدون أن يفتكون بهذه النملة، وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود، إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك. والنملة هذا اللي حمت وعدينها حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك، هل بتذبح النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون؟ يقربون. والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أن يوصف. فعشان الله يختبر ولله المثل الأعلى إيمانك أنت ما يخلي المصائب بعيد عنك ويذبها قبل لا يجيك الحزن، خلات تقرب. فتخلي النمل هذا اللي يقربون وتشوف وين بتروح هذه النملة. أنت الآن هي صادقة، يا سلام هي صادقة ولا لا؟ أما قضية قدرتك على هذا النمل الأربعين هذه أصلاً ما تحتاج نقاش، لأنك أنت تقدر تضربهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت. الأمر عندك هين، وهو علي هين لله المثل الأعلى سبحانه. فعشان تختبر الآن إيمان هذه النملة خل هذا اللي يقربون. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه ثم أول ما أشعل النار طفاها الله عز وجل، لا، أشعل النار يقربون، ثم مسكوا إبراهيم يقربون، إمام ما تزعزع، ثم ربطوه وكبلوه وضعوه في منجنيق ويشوف النار قدامه الآن، يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن ألقي في النار. وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء على صورته عليه السلام 600 جناح، تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري جناح واحد يسد الأفق. تخيل يجيك واحد بهالعظمة وقال لك من حاجة يا إبراهيم، تبغى بطرف جناح أطفيهم هم ونارهم؟ هو اجتث 7 قرى لقوم لوط اجتثها فجعلنا عليها بطرف جناح من 600، يعني مو 599 شاغرة، 599 وبعد يعني طرف جناح اجتث 7 قرى وفي رواية 14 قرية. فيقول له ألك من حاجة يا إبراهيم؟ القلب ما تعلق، أنا أعرف اللي خلقك، يعني أنت الآن عندك 600 جناح وكبير، أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله، أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها، أعرف اللي أصلا أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوته، أنا ما تعلق قلبي بأحد. عشان كذا قال أما منك فلا، أنا ما أقوم منك شيء، أنا أعرف واحد أقوى منك، لو قلتك ساعدني وربي ما أراد. يعرف عبد مملوكا لا يقدر على شيء، ها، ويعرف هل يستوياني مثلا، يعرف من يطلب. فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عز وجل أبدا. فقال أما منك فلا وأما من الله فنعم، حسبي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قالها إبراهيم وهو قال حسبي الله، لكن حسبي الله ما لي لله، لا، حسبي الله ونعم، والله أنه نعم ربي، أنا أعرف من المتوكل عليه. قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لأجل هذا أول ما ألقي إبراهيم النار برد وطلع منها من الذي يتكلم معه؟ آزر والد إبراهيم.
أول ما رأى إبراهيم طلع بين اللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء وطلع منها إبراهيم ولا في شيء، قال نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك. إي والله نعم. بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليش تقولها كذا؟ تقدر يا شيخ عادل تقول أنا والله ما أعرف للملك عبد الله، بس والله ما أعرف له. لا تقول عرف الملك عبد الله، ها؟ طيب ليش نقول ما عنده إلا الله؟ والله سبحانه وتعالى هذا قدر في قلوبنا. لأجل هذا يا شيخ هي القضية، في قضية ثقتنا في من هو الله. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى دائما يجعل القضية مثل قضية النمل، يقربون عندك والأحزان تجيك حتى يطلع الإيمان اللي في قلبك. أنت فقير لهم ولا فقير لي؟ أنت فقير لمن؟ هذا التوحيد. لكن من هو يا شيخ اللي يقول الكلام هذا ويسويه؟ هي القضية هنا. ولا الـ 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 اليوم أقرأها والله في الجامعة أقول سبحان الله في سورة الكهف، يعني أطفال فتية 13 إلى 20 أطفال، يعني 13 أعمارهم سنة وطالعين. شوف شوف أغنية هم، أول ما طلعوا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، الحين لا مسكن ولا بيت ولا يدرون وين يروحون، ناس طالبين يذبحونهم ما في شيء، يعني آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، والله ما ندري هم بيصيدوننا الحين ولا بعد شوي ولا بيقطعوننا ولا بيصلبون، ما ندري، لكن والله طلعنا لك يا ربي، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، أنت اللي وحدك سبحانك تقدر تهيئ لنا من أمرنا رشدا. الآن يا شيخ هم وينهم؟ في الكهف. فسبحان الله أنت لو بغيت تحمي ناس بتحطهم في مكان، آخر مكان بتحطهم فيه الكهف. ليش؟ لأن ما له باب، يعني هذه مصيبة أصلاً، يعني الكهف خطر. وشوف الله عظيم، إذا أراد أنه ينجيك ما يجعلك في ظروف زينة، يجعلك في ظروف أسوأ الظروف في العالم عشان يثبت سبحانه جل جلاله، يطلع يعلمك أنت بتقتل من. فأنت لو بتحمي ناس لازم تحطهم مكان لازم فيه باب، لازم. ليش؟ أقول لك ليش يا شيخ عادل حطتهم؟ عشان يطمئنون، عشان يطمئنون، وبالذات عشان إذا ناموا ما حيدخل عليهم وهم نايمين. الله عظيم يقول بحطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينومون، واللي يقدر يجيهم يجيهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فضربنا على آذانهم. شوف وإن مشكلة عندنا يا شيخ عادل إننا نجي نقول يا رب مثلا وعطني هالقضية، أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها. يا أخي أنت شدخلك طريقة هذه؟ أنت طلبت أبغى هالأمر، ما هي شغلك، شغل الله يا سلام. القضية ما هي وهذا مشكلتنا الحين، يا أما ما توكلنا على الله ولا قلنا بنتوكل على الله، بس أنه ما نبغاها كذا يا رب، أنا نبغاها تصير كذا. أجل أنت يعني ما عدت فقيرا، أنت غني، أجل سوها أنت بنفسك كيفك. أي نعم. عشان كذا إيش معنى التوكل؟ التوكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح. أنا قاعد أسعى وأقدم الوظيفة وأسوي لكن ما أنذل لأحد. قدمت صح الوظيفة لك، قدمت معروض عندك، لكن والله ما تعلقت فيك وأدري أنك مسكين أنت. إذا ما أمرك ربي ما بمشيها. يعني 13 معروض يقدمون، يقبل منها اثنين، والله والله أن الاثنين ذولي والله أن يوقع لك عقد ولا ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء والله جلال. فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على آذانهم، يعني ما المفروض تقومهم أكثر، تقول لا تنومون وانتبهوا، خل واحد عندكم قايم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاي يعلمكم. لا، يقول الله نومكم كله، يجعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقولنا البشرية. كيف يعني نايمين؟ على الأقل ما حط لكم واحد الباب إذا جاء قومكم. لا، اللي حافظهم رب العالمين. لأجل هذا قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، مو قالوا فقاموا، إحنا نقول الله يهدينا بس ما نسوي شيء. لا، هو لازم تسوي بعدين تقوم. الآن إيش اللي صار يا شيخ عادل؟ قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم، لما خلاص صح الافتقار لله عز وجل واستغنوا عن الناس كلهم وصح توحيدهم لله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، يا رب انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقة، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة وترى الشمس. بدأت يوم نشرت الرحمة، وين نشرت الرحمة في بيوتنا؟ من منا دعا في بيته يا رب انشر لي من رحمتك ولأهلي، ها، وهيئ لنا من أمرنا مرفقة. فلما نشر في الكهف، لن أخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أجزاء الشيخ، وترى الشمس. أنت لو تبغى تنور على ناس في الكهف بيجي من لمبة سراج، هذه الشمس إيه، إذا افتقرت لبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة.
ولا كشاف. لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم ذات. صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها. لا إله إلا الله. الكهف هذا في الجبل له معية خاصة. في واحد أمرها تفعل الشيء. لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت رعاية خاصة تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله يتعلق قلبك برب العالمين فقط فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ضايع يدور المرشدين من الفقراء ذولي. ما حد قال لك لا تشاور ولا تستخير، لكن قلبك وين؟ وكل واحد يعرف نفسه. يعني قلبك هو اول من اول ما تجيك مصيبه يا شيخ عادل وين تروح؟ اول ما تجيك جاك خبر الان في مشكله في حادث ها من اول واحد. الواجب لله عز وجل. ايوه، لكن هل هذا هو الواقع؟ لا. لاجل هذا الله سبحانه وتعالى لما دبر. بس شيخ عبد الحسين والقصص كثير، بس اتوقع نحن مبالغين في هذا الكلام اللي نقول الان للمشاهدين. نحن نعلقهم بالله عز وجل، اذا جتكم مشكله جتكم مصيبه، حتى شيخ المرضى عشان تقنعني وتقنع المشاهدين معي، هل المريض المقعد احسن مني حال وانا صحيح معافى متعلق بالمخلوقين او بالناس؟ يعني حينما اشاهد المقعد اقول الله يعينه مسكين يقلبونه يرجعوني صار، لكن هل هو احسن مني حالا وانا صحيح المعافى؟ أحسن منك في إيش؟ هذا السؤال نجاوب من القرآن. في قوته مع الله عز وجل وحبه لله عز وجل وأغنى فقير حقيقي. إيه يا شيخ يختلف. القضية مو قضية أجساد وعيقة وأجساد تحركت. القضية قضية قلبك هذا وينه؟ يعني قد تكون مقعد. القضية عشان كذا الله سبحانه لا ينظر لي الشكل أجسادكم ولا صوركم ولا يمكنك تحرك واحد، لكن عند الله قلبك ضعيف إيمان، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر لي إذا جتك المصيبة تعلق بمن؟ ينظر الله عز وجل. وان تدعي قلبك وينه؟ ادعي الله وانا قلبي متعلق بمثل ما جاء في 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 الاثر الاسرائيلي، وعقل النبي عليه السلام يقول حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لما راى موسى عليه السلام رجل يدعو الله يدعو الله يدعو الله، فقال يا ربي لو ان هذا يدعوني اعطيته، يا ربي وانت رب العالمين اعظم، يعني ما في اكرم منك، يا ربي هذا رجل يدعوك يعني وقت طويل وما اعطيته. قال الله عز وجل اوحى الى موسى يا موسى انك لا تدري إنه يدعوني وقلبه مع غيري، يدعيني ويقول يا رب إنه وقلبه بس هل عبد الله بيوقع لي القرار والترقية ولا لا؟ عرفت عليه شيخنا؟ فهنا هذه القضية عشان كذا أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول والله لا أخليك مثل ما جتها النملة ها وخليت النمل يقربون من عندها لين تنافضت. في ناس لا هادي عشان كذا هذا أجل. مع الأسف شيخ محسن وصراحة يا أخوان كلنا فاشلين جمع الشهوات، عشان كذا الله عز وجل مو كلنا في الجملة في أحسنت الجملة. لأن الله عز وجل يقول أكثر الناس إذا كان هذه مصائب وغصب علينا. أيوة. ورحنا للناس إيش يقول في الشهوات اللي بين أيدينا والباب مغلق ولا حد يطلع عليه إلا الله عز وجل؟ عشان كذا هذا يحتاج لقلب. عشان كذا حبيبي هو القضية قضية ترجع لإحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لأجل هذا حبيبي الغالي الآن من اللي خايف؟ أصحاب الكهف ولا اللي يلحقونهم؟ اللي يلحقونهم وجهة نظري في إذا كان هناك يعني نتيجة. صح. شوف الله كيف يقدر يقلب الأمور كلها. قال لو اطلعت عليهم. شفت كيف؟ من اللي خايف الحين؟ شوف يعني أنت لا تتصور بعقلك الصغير النتائج. هذا عقل وقدرة الله. أي نعم. صح. هذا العقل الصغير الفقير. صح. للناس. أما الفقير لله عز وجل يعلم أنك ما في يدك شيء، الأمر كله لله عز وجل، ما عندك. عشان كذا الناس الآن أصحاب الكهف خايفين، بس تعلقوا بمن؟ بواحد، تعلقوا بالله عز وجل فنومهم. خطير الوضع هذا. نايمين يعني سهل تقبض عليهم، وحطهم في كهف ما في باب سهل تقبض عليهم، وخلى اللي يقرب من عندهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت، وفي قراءة لملئت منهم رعبة. فالله قادر يخليك اللي أنت خايف منهم يخافون منك، لكن أنت وين تعلقت فيه؟ يتعلقت بشر بشكواك بتطول وقضيتك بتطول، والله ما بتحصلها. عشان كذا الحين هم خايفين، ثم بعدين هذا الخوف الآن شوف الله كيف يقلب القضية. ها خافوا منهم اللي هم خايفين منهم، عرفت علي؟ وبعدين الأمر الثاني ماتوا اللي كانوا مهددينهم بالقتل. سبحان الله. يعني لاحظت يا شيخ؟ قال الله عز وجل نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهم خايفين يقولون وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. أشنع قتلة. هنا ما علقوا بعدها. شوف جمال القرآن، ما علقوا، قال يرجموكم تموتوا.
لكن شوف الكلام اللي بعدها قال أو يعيدوكم ثم يعلقون قلبكم بالفقرة. لكن هنا بعلقوا قالوا والله لو تعلقت قلوبكم بالفقرة ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول نموت نرجع معلش لكن نتعلق قلوبنا فحد نرجع. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة يعني متعلق قلوبهم بحد ثاني. هذا ساجد عند قبر وهذا ساجد عند واحد وهذا راح عند سيد وصالح وأولياء. أنا أروح للعظيم سبحانه وتعالى عطني أحد أعظم من الله وأقدر من الله أروح له. لأجل هذا حبيب الغالي موسى عليه السلام كان فقير بكل ما تعنيه كلمة الفقر. لما خرج موسى عليه السلام من مدين أباك تشخص لي يا شيخ أبو عبد الله حالته وكل المستمعين الآن أباك تشخص لي حالته. واحد خرج من اللي مهدده فرعون يعني مو مهدده واحد قاسي شوي 70% يدعي واحد يقطع الأطفال ويقول وهم أنا ربكم أنا رب معاد بقى أكبر من هالجبروت أبدا. فخرج موسى منها خائفا يترقب يعني باك تشوف والله القرآن يعلمك وأنك تشوف بصوت الصورة يعني هل أنت حالك كل المشاهدين الآن اللي يشتكون بالرسائل هل حالك أسوأ من حال موسى عليه السلام في الحالة هذه طالع الله يقول فخرج منها خائفا. أنا ممكن أكون خائف لكن يترقب يعني متأكد لأن جاء خبر إن الملأ يأتمرون بك والله هم ناويينك نية. حركوا المباحث والاستخبارات وحركوا الجيش وحركوا الحرس وحركوا الجند وحركوا العسكر كلهم الآن قبل أطلع حدود مصر بينتفونك تنتيف بيقطعونك وقدام الناس عاد فرعون يعني والله إني يلعب فيك لعب. فخرج منها فقير الآن للأمن خائفا يترقب. إيش قال؟ قال ربي يعرفون وين يروحون يعرفون وين يروحون. قال ربي نجني ما راح يدور أقرب بيت لبني إسرائيل هذا سبب مشروع. لكن قال ربي شوف أول ما يذكرون عشان كذا نتعلم من الدروس اللي هنا ربي نجني من القوم الظالمين. أنت نمل ذولي قادر سبحانك أنا إذا كنت أنا أقدر بالنمل أصب عليهم مو يطيرون الله أقدر مني جل جلاله ولا المثل أعلى علينا. فقال ربي نجني من القوم الظالمين. ثم بعدين هذا كلام حين قبل لا يطلع ولما توجه تلقاء مدين شوف الآية اللي بعدها وانت شوف بالصوت الصورة ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي وش القضية ربي 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 إنه وين نروح فلان 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 ديك. ها صح. لا ربي ما عنده ما قلب ما يعرف مساكين عبد مملوك لا يقدر على شيء حتى اللي يبغى ينفعني ما يقدر ينفعني إلا بالله عز وجل. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يقول ما أدري أروح عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني الحين فقير للأمن وفقير للطريق ما يدري يمكن طب في ناس يسلمونها الحين ما يدري أروح. ولما ورد ماء مدين شوف الحين واحد الحين في الطيارة يا شيخ نروح من الرياض لجدة وتلقى واحد ينتظر وجبة وينتظر الموية وينتظر هذا رايح على رجليه من فلسطين إلى من مصر إلى فلسطين ثم جاء عند مدين ورد ماء مدين شاف ناس وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت هذا نسقي حتى يصدر الرعاء. وانا شيخ نوقف هنا مو بلا هنا فقط بس عشان الوقت يا أخوان اسمحوا لي الآن يعني قرابت 45 دقيقة ما بقي إلا حدود 10 دقائق ونحن باسمكم جميعا نطالب الأخوان الآن في قناة بداية الفضائية أن يمنحوننا وقتا لأن الشيخ عبد المحسن محبوب للكل فأنا أتمنى منهم أن يستمعوا لنا وأتمنى الآن وفي هناك سيكون معنا فاصل الآن نتوقف معه وقبل أن نأخذ هذا الفاصل وهي عبارة عن قصص يعني للشيخ عبد يعني الشيخ عبد المحسن الأحمد وقبل ما نأخذ هذا الفاصل هذه القصص وكانت موجودة معنا في قصة سابقة الشيخ عبد المحسن هل تأذن لا تنسون يكون معك قلم بعد إذنك أول جوال في يدك هل تأذن أن تنشر قصصك التي تذكرها وتحكيها الشيخ عبد المحسن الله يجزاهم خير وصلى الله أن ينفع بها من قالها ومن سمعها ومن نقلها يا رب سواء على مواقع الإنترنت على مواقع الجوال على الشاتنج على الإنترنت في كل شيء الله يجعلها شاهدة لنا ما في لأن جزاه الله خير أي والله لأن الفلاش اللي شاهده الشيخ عبد المحسن قبل قليل ما أدري والله هو ما شاهده هو المرة لكن وأنا أشوف هذا دليل اللي سواه يعني كل الشكر لذلك رجل الذي يعني زودنا بهذا الفلاش وخرج واقتطعنا القصة أنها طويلة القصة
فأحببنا حقيقة أن يكون هناك يعني دلالة لكم على مواقع التي تجدون فيها يعني قصص الشيخ عبد المحسن الأحمد، وهذا من أقل الواجب الذي حقيقة نتعاون فيه لبث ونشر هذه القصص. أنا أقول المؤثرة، ولو تشاهدون حجم يعني رسائل الجوال اللي تقول أحد الأخوات والأمهات تقول تكفون أرجوكم عيالي جالسين يتابعونكم، قولوا قصص لعلهم يهتدون يصلون. هذه أم تدعو، القصص مؤثرة حقيقة. وزوجة تقول تكلم وترى زوجي ظالمني، ماخذ فلوسي، قاهرني، ماخذ عيالي. قصص للحظات الحاسمة، والقصص التي لا ينساها الشيخ عبد المحسن الأحمد. لحظة مدد لنا خلاص، أعطينا إلى الساعة 10:30، يعني الحمد لله، جزاهم الله خير. وكل الشكر حقيقة يعني لأخينا العزيز خالد العجمي على يعني تبديد الحلقة 1:30. الحمد لله. الآن تابعوا معي هذه القصة مؤثرة مبكية عشان تعرفون نعمة الله عز وجل. هذه القصة هي مثل القصة السابقة في الحلقة الماضية، أثرت وأبكت في كثير من قلوب يعني الشباب والفتيات، حتى الرجال والنساء، فقط لكي نعرف أن الموضوع ليس بالأمر الهين. مثل ما قال الشيخ عبد المحسن الأحمد، ليست المسألة مسألة أبي شوربة، أبي شوربة. إذا وش تبي؟ تابع معي هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا شاب جاء حادث له 7 سنوات في نص رمضان، هذا بيكمل 7 سنوات. جاء حادث عنيف، سبحان ربي جل جلاله، يعني ممكن يعطيك صدر كامل في بداية حياتك، ثم إذا بغى يكسره كسر. أراد الله جل وعلا أن يكسر صدره، ما هو بضلع، يكسر صدر كامل، أنكسر كسرتين من الحادث. ثم عد قام بعدها، لأن الله جل وعلا أمر تلك الأقدام أن ما عد تقوم، ما عد قام. لها 7 سنوات ما أطاعت يده، 7 سنوات ما نظفت جسمه، 7 سنوات ما يتحرك فيه لرأسه. الآن فيه عزة نفس ما رأيتها في الأصحاء، كل مرة أدفع عليه، خالد تبغى شيء حبيبي، تبغى شيء، مشتهي شيء، لا جزاك الله خير، سلامتك. وأنا أعلم أن ظروفه المادية سيئة جدا، وظروفه الاجتماعية سيئة، وأمه متوفية عليها رحمة الله قبل الحادث بـ2 شهر، وأهله في القصيم هم هنا، وحالته سيئة للغاية. وجاء يوم في مثل هذه الأيام العام الماضي في رمضان، ودخلت عليه في غرفة، قلت له خالد حبيبي مشتهي شيء، قال سلامتك، قلت والله ما أطلع لين تطلب مني أي شيء. قال مدامك معزم وحلفت، رفع رأسه قام يناظر في السقف يفكر، الآن 7 سنوات ما أطلب من أحد. قال مدامك معزم أبو مجاهد، أنا لي 7 سنوات كل ما مر رمضان أتذكر شيء وأتمناه، لكن ما أبغى أكلف على أحد، أحس وأتذكر، أحس الطعم الشوربة اللي كانت صلح أمي الله يرحمها، والله إني أحس طعمها في فمي، إن كان بتسوي لي شيء جيب لي بكرة شوربة حقت بيت، هي 7 سنوات وأنا أكل بس عشان ما أموت، ما في طعم، فجيب لي بس حقت بيت. قبلت هذا الطلب منه كمبدئيا، رحت جبت له شوربة من بكرة، وجاب الحافظة فرحان من خالد بدأ يطلب، حطيت الحافظة عنده ورحت العناية، شفت مرة رجعت فرحان من خالد بدأ يطلب، ما عنده إلا عامل اسمه يوسف سوداني أحسن بعض المحسنين جزاهم الله خير له، وجاءوا به. فأول ما جيت دخلت الغرفة، الطاولة موجودة وخالد موجود، فتحت الحافظة ولقى الشوربة ما أحد لمسها. قلت خالد ليش ما شربت؟ قام يبكي، المسألة ما هي بنستاهل شوربة. قال اسأل يوسف، يوسف السوداني اللي معه، يوسف ليش ما شرب؟ السوداني رقيق قلبه ذاك، ما رأيت مثل فكات، قام يهز، يا جماعة المسألة شوربة. خالد ليش ما شربت؟ ما أعجبتك؟ قال والله ما ذقتها. طيب ليش؟ قال اسأل يوسف. قلت خالد انت شايف فيها شيء ما أعجبتك شيء؟ قال والله العظيم المجاهد خلني الله يحفظك. قلت والله ما أروح، لين تعلمني.
تعال يا ابو مجاهد والله العظيم اني مشتهيها، واسال يوسف وانت في الطريق اقول ما تاخر ابو مجاهد ما تاخر ما تاخر، يقول يوم جبتها عندي كانك جايب لي الجنه، يقول تخيل امنيه من 7 سنوات تحققت الان، يقول يوم رفع قال لي حاره قلت عطنيها، قال حاره قلت هات، يقول يوم حط الفوطه على رقبتي وجاء وقرب الملعقه وفتحت فمي، يقول والله اني مشتهيها بطريقه ما تتصورها، لكن تذكرت شيء. ايش تذكر؟ قال تذكرت اني ماني بمثلكم اشرب اللي ابغى واكله بس، تذكرت اني بدفع ثمن هالشرب وبعد ساعه او نص ساعه بيجون 3 يدخلون علي الغرفه كلهم لابسين الاقنعه بيخصخون ملابسي يجلك الله وحفايضي يعزك الله، يطلعون اللي طلع من الشوربه كلها عشان هالشوربه قلت ما تبغى. اللهم اتهم باسماعنا وقواتنا وابصارنا ابدا ما احييتنا واجعلها في طاعتك. فاصل وتابعنا حقيقة هذه القصة المؤثرة لهذا الأخ خالد، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. وهذه الدنيا أخوة لا تصف لأحد، وصفت وبقت لصفة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنا بنفسي أقولها عندي خدمتي، سأقوم الأسبوع القادم بأكمله بنشر قصص الشيخ عبد المحسن أحمد كاملة، وسأخذها من الموقع، وفي أشياء ما هي في الموقع فرغها بعض الأخوان والأخوات سأذكرها وسأضعها، اللي هي رسالة فارغة إلى 88503 88503 تسمح لي؟ الله يجزاك، ما عندك مشكلة. وهذا حقيقة باب التعاون، وأتمنى من كل من عندهم بعض الأعمال الدعوية أن يبذلوا هذه القصص ونشرها، لعل وعسى أن يكون هناك في قلوب حقيقة تتأثر ويكون فيها إن شاء الله إقبال. شيخ عبد المحسن، كثير من القصص الآن تقول يعني زوجي ظلمني، حتى أبناء ظلمني أبي، بل حتى الآباء ظلمني أبنائي، ما أدري يعني هل هؤلاء يشعرون أنهم فقراء أمام غني دنيوي طبعا، أبوهم أو زوجه أو زوجته، فماذا تقول لهؤلاء؟ أولا أقول أنت تقول خالد شفاه الله عز وجل، أنا أقول أسأل الله أن يغفر له ويرحمه لأنه توفي عليه رحمة الله، وأسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى وأرجو له خيرا، يعني نحسب الله حسيبه أنه رجل صالح، أسأل الله عز وجل أن يكون ابتلاه ليعافيه وأخذ منه ليعطيه، وأسأل الله أن يجعله يتنعم يا رب يجد من ريح الجنة وريحانها، وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى ويطأ بقدمه المشلولة أمامنا في جنات النعيم وكل من ابتلي في جسمه وفي جسده والمسلمين. الأمر الثاني، قضية اللي قاعد الآن تتكلم عن ظلم الزوج، لن يكون ظلم الزوج لها أعظم من ظلم فرعون لموسى عليه السلام في القصة التي ابتدأناها. ويا جماعة لما نقول القصص ليس أعظم من قصص القرآن، لأن يعني كل القصص العادية هذه يقولها بشر شافها في الأرض، فكيف بقصة نحن نقص عليك أحسن القصص؟ لكن يا جماعة نرجع نقول كلمة جميلة جدا، ما يذوق العسل من ليس له لسان. واحد ما عنده لسان تقول له هذا عسل طبيعي وهذا عسل سدر كلها سوا، هو يبغى شيء ثاني، يبغى شيء واقعي ولا شيء. ما عندك لسان وهذا القرآن ما تذوقه إذا كان عندك مشكلة في القلب. عشان كذا الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا قال اللسان ملزقين عليه بلاستيك ما يدق شيء. فيا جماعة نسأل الله أن يفتح قلوبنا لقصص القرآن، هي أعظم موعظة في الأرض هذا الكتاب، لأنه موعظة من ربكم ليست موعظة من داعية ولا من كلام رب العالمين. فهذه اللي ظلمها زوجها واللي ظلمها أبوها واللي ظلمها أخوها واللي ظلمها الشيخ واللي ظلمها فلان واللي ظلمها كل هذول الناس، لن يكون ظلمهم اللي وقع عليهم أعظم من الظلم اللي وقع على أصحاب القصص اللي ذكرها الله في القرآن. فهل زوجك يعني أقسى من فرعون عليه لعائن الله هترى؟ لا أبدا. واحد يقطع الأطفال، الشاهد خلنا نشوف شلون طلعوا يا جماعة القرآن هذا، وش قصة القرآن هذا؟ القرآن هذا يا جماعة نزل قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل عن إيش؟ تحفيظ؟ أقرأ من آية كذا كذا؟ لا لا، الآية هذه قلنا لك فلان لما ضاقت عليه التجأ إلي، أنت سويت مثله ولا لا؟ عشان كذا القرآن يقص لك ناس فعلوا أفعال عظيمة لله عز وجل، هي لأنفسهم لكنها خالصة لله عز وجل، ويعلمك النتيجة وش صارت.
تبغى تصير زيهم؟ تبغى نتيجة زيهم؟ سو زيهم. وأعطاك ناس ضاعوا وما يدرون وين راحوا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين يوم تكشفت الحقائق يوم القيامة إذ نسويكم برب العالمين. قاعد نطرح عند قبر واسأل لي الداعية والثانية يتكفون، هذه أسباب مشروعة لكن ما يا شيخي اللي يعرف الله ما والله أسوي أسباب لكن والله لا أذكر أحد قبل الله ولا أتعلق بأحد، وأدري أني اللي استعنت به على ما يقدر عليه أنه لن يعينني ولا يقدر هو إلا أن يعين الله عز وجل. الشاهد لما ورد موسى عليه السلام الحالة النفسية اللي كان فيها كانت سيئة مرة، فأول ما دخل ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إيش سوى الحين؟ جايع هو أصلا في حالهم، هو جايع، وجبة ما عنده، بيت ما عنده، زوجة ما عنده، مال ما عنده، طالع ماء حتى انقطع شسع نعله والتصق بطنه بظهره، يعني حالة صعبة جدا ما توصف، ما دقتها. عشان كذا لما تقراها وانت ما تحس لا يذوق العسل من ليس له لسان. فلما جاء طيب وشلون أنا عشان أحرك معاملتي عند رب العالمين؟ أنا سألت قلت ربي، هو قال ربي يهدني إلى سواء السبيل صح، وقال ربي نجني، طيب عشان أحرك المواضيع هذه شلون؟ بدأ يعمل أعمال خالصة لوجه الله. فسقى لهما مع أنه تعبان، فسقى لهما. لما خلص ما قال لهم طيب وجبة، أنا الحين سقيتكم، أنا تراني جاي من وقاعد يتشكالهم، تراني طالع من فلسطين ومن مصر، والله كل الطريق ما عندي، ما قلوب ما تعرف تشتكي الفقراء. عشان كذا الشيخ المحسن الكلام باقي آية تفضل. بس في رسائل كثير وحقيقة أنا أقف عاجز، أنا الشيخ أبدأ كنترول يقول في اتصالات كثير. لا بس لأن الفكرة لازم تكمل شيخي، يعني أنا لا بس من الشيء اللي يعني في خاطري حاز كثير واسمحوا لي أتكلم صراحة، يعني هذا واحد يقول أرجوكم أبغى تلفون الدكتور عبد المحسن الأحمد، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وأنا كيف أحصل على رقم الشيخ عبد المحسن؟ واحد يقول أبغى رقم عادل عبد الجبار، احنا نقولكم تعلقوا بالله ويطلبون أرجاء. عشان كذا يا شيخ يمكن ما بعد هل ما لحق علينا في البدايه ام نحن فاشلين؟ لا ولا ما شوف الامر تيجي. لله عز وجل طيب. والله سبحانه اللي يهدي طيب. لكننا نقول ما بعد يمكن ما بعد سمع الكلام في الاخر لا اخره طيب اي لكن يا جماعه نقول نحاول نختصر اي نعم. فسقى لهما، توهم مقدم الخدمه، تعب على التعب اللي عنده وخوف على الخوف اللي عنده، فسقى لهما ثم تولى. طيب قل لهم وجبة، وجبة أنت جايع جاي منك. فثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا ماني فقير لهالناس، هذول أنت اللي مطعمهم أصلا وشلون أفتقر لهم. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إيش الآية اللي بعدها؟ وإيش الحرف اللي بعدها؟ شوف الله هو يعلم إن الله هو اللي يدبر الأمور، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما اشتكى لحد هو. فجاءته إحداهما فالفورية، الله أمر ولو جاي عليك بكيفه لا، سقى لك واحد وخر عنك شيء خلاص رحت لبيتكم نسيت الأمر، لكن الله عز وجل حرك الأرض حتى الآن يستغني هذا الفقير. لأنه قال كم مرة قلتها يا شيخ وانت ساجد ربي؟ شوف البطل ما قال أبغى وجبة، مش لا ندخل أنفسنا نبغى أبغى كذا أبغى كذا أبغى كذا، هو قادر يعطيك كل شيء، يقول أنا فقير لك بس ولا ينقصه شيء. أي لاحظ قال ربي، ما قال ربي عطني وجبة زوجني سكني، قال ربي إني أي شيء اللي تنزله لي الآن فقير لك وحدك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. ليش؟ ليجزيك. طب أنا ما طلبت منكم. شوف الله كيف يغنيك، بدل ما تصير أنت الطالب أنت المطلوب، مطلوب حتى تكرم. ليجزيك، أنا ما قلت لكم شيء، ما قلت لكم أعطوني وجبة. وجاء، ولما جاء أول ما جاء بدأت الحين الفقر للأكل، خذ أكل. فقر ليش؟ للعمل وظيفة، ما عندي وظيفة. وفقر للزوجة، ما عنده زوجة صح؟ وفقر للأمن، خايف. يقول له نجوت لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وانت قلت يا ربي نجيني من القوم الظالمين، الحين نجوت تراك. فالآن وجبة، فقير استغنى بالوجبة، أم خوف استغنى. طيب زواج، ما عنده زوجة، قال إني أريد أن أنكحك. يعني الحين صاروا الناس هم اللي يطلبون عليه، هم اللي يعرضون عليه. شفت كيف إذا افتقرت لله وحده يعطيك.
هم اللي عرضوا عليه الحين، يقول له انكحك طيب الان ها تزوج، ايش بقى؟ بقى وظيفه، ما عنده وظيفه. اطلع على الانترنت وشوف اكثر عقد في العالم، 5 سنوات جاه عقد ما قد صار في العالم، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج وتكفى بكملها 10 فمن عندك. الحين يقول لك سنه ونجدد لك او ما نجدد لك، لكن شوف كيف الله عز وجل اذا اغنى. لكن وش سواه؟ تبي تاخذ اللي اخذ؟ والله ما تاخذ، تدور رقم المسكين الضعيف. اي والله، ولا تدور المسكين الضعيف. اي والله كلنا ضعفاء، كلنا ضعفاء. فكيف اذا افتقرت لله عز وجل؟ اخر ثانيتين في قضية سالم عبد الله بن عمر، هذا الغني غني ما عنده فلوس، جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، دخل الحرم صلى ودعا دعاء ما ندري عنه شكا. فجاء الخليفة في ذاك الوقت، خليفة تحت 27-25 دولة، فقال من هذا؟ قالوا هذا سالم بن عبد الله بن عمر. فجاء عنده قال السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. قال ألك من حاجة؟ ملك على دول يقول التامر شيء؟ قال أما تستحي أن تعرض علي في بيتي الغني الحميد؟ يقول أنت الآن جايني في بيت الملك وأنت مدير مدرسة تقولي تبغى شيء، أنا عند الملك الحين استبي حاجتك. فقال خرج ينتظره برا الحرم، برا المسجد الحرام خارج، فانتظر حتى انتهى من دعائه وخرج من المسجد، وضع عليه من على ابطيه حطها في النعافله وجاء، فقال له الان يا سالم خرجت من بيتي اكرم الاكرمين، خرجت من بيت الغني الحميد، ألك من حاجه؟ فقال له من حوائج الدنيا ام الاخره؟ انت ايش قدرتك وش تعطيني من هنا ولا هناك؟ قال اما في الاخره فلا املك لك شيء، لكن في الدنيا اعطيك، تبغى مال؟ قال كنت في بيتي أكرم الأكرمين وما سألتها الذي يملكها الذي أعطاك، فكيف أسألها من لا يملكها؟ يقول أنا كنت في بيتها تو ما سألتها إياها، فكيف أسأل الحين واحد؟ أسأل الذي أعطاك، أنا أعرف اللي أعطاك يا أخي، إن مشكلتنا ما نعرف من اللي أعطاك. أعرف أنت الحين الشيخ عادل عندك خبرة في الإصلاح الاجتماعي والأسري وذا، لكن ما أعرف من اللي يقدر. طيب أنت رحت الشيخ وتبغى نية الإصلاح بيني وبين زوجتي، وقعدت الشيخ تكلم، قلبها في يد الله وقلبي في يد الله وقلبك أنت في يد الله، طيب ليش ما أختصرها وأروح لله؟ هذا هو الصحيح. يعني ليش أنا قاعد ليش أضيع وقتي؟ الله المستعان. ومع هذا يطالبون برقم الشيخ عبد الناصر أحمد وعادل عبد الجبار، ما أدري إحنا يعني ما أكد تأكيد يعني جائز، ما مو مشكلة إنسان يعني الله. المؤمن يحتاج إلى أخي دائما ويسأله ويستشيره، ليس هذا عيب، ليس هذا يعني مانع عن شرعي مثل ما قال الشيخ الناصر في البداية. الأسباب هي موجودة يا إخوان، لكن يدعون نقرب من الله عز وجل في ركعة في سجود. لست بحديث أجمل ولا أكمل من الشيخ عبد الناصر أحمد، لكن هي إشارات طفيفة وخفيفة. الآن نعود وأخذ اتصالات المشاهدين والمشاهدات وصلت للبرنامج، استفتحها باتصال ومداخلة، وأتمنى من الجميع الاختصار والإجاز قدر الإمكان. الشيخ محمد النونان، السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة حضر. الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخ عادل. أهلا وسهلا حياك الله شيخ. السلام عليكم التوفيق. إنني وإياكم يا إخوة نتأمل قول الله جل وعلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما أحراني وإياك من التدبر كتاب الله عز وجل، فهو يعرفنا بالله جل وعز ويعظم يقيننا بربنا سبحانه وتعالى. باختصار استجابة لطلبك دكتور عادل، أقف مع قصة مختصرة. يوم من الأيام جاء أحد الإخوة إلى أحد المشايخ وطلب منه واسطة بينه وبين مدير شركة فلانية. قال تعرفه؟ قال نعم أعرفه، مثل ما يقول بالعامية عز المعرفة، تمام المعرفة. قال تكفى توصل لي عنده. قال تريد وظيفة؟ قال نعم أريد وظيفة. تأملوا هذه القصة. قال له الشيخ والشيخ حكيم، قال لكني أعرف شخص يعرفه ويأمره بما يريد، ليس ما يريد المدير، لا بما يريد هذا الشخص. قال لك فتعرف الشخص؟ قال أعرفه نعم. وأنت يعرفك؟ أنت يا صاحب الطلب يعرفك؟ عجيب. قال نعم يعرفك. قال دلنا عليه. قال هو الله. كان المولى أولى. ونعم بالله لا إله إلا الله جل الله. هذا العامي وهذا المسكين قال ها كذا ها. قال أقول لك الله، اطرق باب الله جل وعز. فرجع الى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيده قلب هذا المدير وهذا الملك وهذا الامير وهذا الوزير وهذا الصغير والكبير.
فطرق باب الله جل وعلا يقول: ولما جاءت الصباح وصليت الفجر ذهبت إلى هذه الشركة وكل أمل بأن يتهيأ لي هذه الوظيفة في هذه الشركة. يقول سبحان الله: تعديت المخرج المؤدي لهذه الشركة وقلت خلني أخذ يوتير أو ألف على الشارع حتى أرجع للشركة هذه نفسها. يقول: بهذه اللفة جيت إلى شركة أخرى قلت يا ولد خلني أمرها خلني شوف يمكن يحصل. يقول فدخلت عليهم. يقول سبحان الله: تحفى بي مدير الشركة تحفي واستقبال منقطع النظير. قال: وين جيتنا أنت؟ وين جيتنا؟ إحنا ندور واحد شكلك كذا هيئتك، تعال يا أخي موجود. يقول: ترى الوظيفة اللي كنت موعود عليها راتبها يمكن خلنا نقول 5000، هذه يقول وجدنا لها يقول راتبك أكثر 7000 ولك بدل ولك ما أدري كيف. سبحان الله، بس لما طرق باب الله جل وعلا انطرح، نطلب ننطرح بيد الله عز وجل. لا يعني بالشفاعات تؤجر ويجزى على لسان رسول، لكن أنا بحاجة إلى أن نطرق باب الله جل وعلا. الشيخ محمد سبحانه وتعالى، الشيخ محمد اعذرني على المقاطعه لكن ودي اخذ الله يعطيك العافيه. تصور هذا الموقف، انا احتاجك الشيخ محمد كضيف ان شاء الله لاحقا. الشيخ محمد يعني تعرفون استضيفه في كذا برنامج وسيكون ان شاء الله ضيفا عندنا في اريد حلا قريبا. اتصال جديد لاخ فارس معي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. حييت الشيخ عادل على البرنامج ناجح، كما ارحب بضيفك الكريم الدكتور عبد المحسن، وأسأل الله عز وجل نكتبه في موازين حسناته. حبيت أدلو بدلوي في الموضوع اليوم بالنسبة للتوكل على الله عز وجل. كثير من الناس يدعو الله ويتوسل إليه ولا يكون قلبه معلق بالله عز وجل. ندعو الله عز وجل بأن يفرج همنا وأن يشفي مرضانا وكذا، وإحنا فارس أين صوتك؟ ممكن عبرته سبقت عبارته، وهذه موجودة في كثير من الناس اللي يسمع هذه الكلمات وهذه المحاضرات والندوات أو البرامج يتأثر، وهذا شيء إيجابي الحمد لله. يعني أتوقع الإنسان لما يبكي من خشية الله عز وجل وتذكر موقف معين بالعكس كلنا نفرح له، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدر فارس أخينا وأن يكون عند حسن، يعني بل هو إن شاء الله عند حسن ظن الله عز وجل، وما أتوقع أنه التجأ لله وسأله أن يفرج همومه إلا سيعطيه الله ما يريد. ما خاب من رجاه ولا خاب من دعاه جل في علاه. أخذ أبو سلمة معي اتصال جديد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أستعصم الله فخير عاصمي، قد يسعد المظلوم ظلم الظالم، الله حسبي في جميع أمري به غنائي وإليه فقري. أحييك الأستاذ عادل والشيخ الفاضل عبد المحسن أحمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما قدمتم في ميزان حسناتكم، الله على كل شيء قدير. أحب أن يعني أضيف على ما قيل ويعني قلتم ما فيه الإفادة، لكن ندلي بدلونا في هذا الموضوع. الأنبياء والمرسلين كانت يعني علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وارتباطهم بالله قدوة لنا نحن من هؤلاء الأنبياء المرسلين. أبو سلمة ودي بس المكان ما هو واضح، عندك الجوال في قطع في تضيع بعض الحروف. إما أن يكون مكان يعني جيد، ولا أنا أعتذر لك حقيقة. الصوت واضح الآن؟ الحين جيد، تفضل. أقول إمام الموحدين كما ذكر الشيخ لما ألو والله أخوان شوف إذا في مجال يتحسن ولا تعطونا متصل ناخذ اتصال جديد. اخوي عوض، واعتذر لك اخوي ابو سلمى غصب عني والله. اخوي عوض تفضل. السلام عليكم عوض. هلا هلا، اهلا وسهلا، تفضل انت على الهواء مباشره الان، تفضل تفضل تكلم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ عادل كيف تفضل. حالك؟ الله يعطيك العافيه. لك طيب. الله يسلمك استاذ عادل. انا عندي مشكله الله يحفظك. ودنا بتعليق افضل من المشكله اخوي عوض، اذا عندك تعليق على بسيط ان شاء الله ترضي الله ترضي رسوله ان شاء الله. نعم تفضل. عندي بنت اخدجت ووديتها مستشفى طال عمرك وطلبوا علي على الحضانه 5000 ريال ولا ما عندي استطاعه. طفله خديج. ها؟ خديج صغيره يعني توها ما اكتملت. الو ايوه عمرها 6 شهور. طيب اليوم الواحد 5000؟ اليوم الواحد 5000 ريال الله يحفظك. مستوصف مستشفى اهلي. مستشفى أهلي خلاص أهلي. نعم. طيب الآن نستمع للتوجيه. أخذ اتصال جديد بعد أن نودع أخوي عوض. أخذ أبو هشام معي. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم الشيخ، الله ينور قلوبنا وقلوبكم ان شاء الله. وقلبك يا رب التوفيق. اخوكم صالح الرباح متهايل. اهلا وسهلا، تفضل. بس فقط يا شيخ الماحه بسيطه، وان دعاء الانسان المؤمن المحتاج الى ربه يسبقه امور، يسبقه امور، ولعل اولى هذه الامور التي يحتاجها الانسان المؤمن هو ان يصدق التعاون مع الله سبحانه وتعالى. يصدق التعاون مع الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما ان الانسان يدعو الله الغفور الرحيم الودود اللطيف بعباده الخبير بهم، يعلم ان الله سبحانه وتعالى ايضا قوي عزيز قادر سبحانه وتعالى. والماحه بسيطه فقط، اني اطلب من الشيخ عبد المحسن احمد نور الله قلبه وثبته على ما هو عليه ان شاء الله وزاده علما وعملا ان شاء الله، ان يبين لنا اللطائف يعني او معنى اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف، معنى اسم الله سبحانه وتعالى الودود، ومعنى اسم الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. هو الرابط بين اسم الودود والرابط بين اسم الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، واعتبر هذا الرابط بين هذين الاسمين هو مفتاح. طيب شكرا لك أخي وهشام، أعطيك العافية وأعتذر وأؤكد على قضية الاختصار والإجازة في متصلاتكم. الآن عاد باقي نعود ونلملم أوراقنا في نهاية. طيب منار معي، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل يا أختي. أشكركم على برنامج رائع، وأقول لكم حنا تو جايين من السفر وسمعت شريط هذا أغنى فقير. ما شاء الله، وأنتم جايين في الطريق يعني. إيه، واستفدت إنه قصة الدكتور اللي أمره اللي ضعيفة اللي قاله الشيخ حسان. طيب. استفدت يعني الصدقة، فضل الصدقة. طيب. ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن قصة طويلة هي. إيه، يتكلم عن الصدقة. طيب. وفي يعني تجارب كثيرة. مش قصة الشيخ عبد المحسن والله حلوة مرة، واحد أحلى من الثاني، تعبتنا الشيخ عبد المحسن. شكرا أختي منار، الله يعطيك العافية. أنا أقف عاجز مثل قصة الشيخ عبد المحسن أحمد، أنا ماني عارف يعني كيف يعني نستطيع. والشيخ قبل هذا الشيخ عبد المحسن، هل لك برنامج يتابعه كثير من التساؤلات؟ يعني ليش الشيخ عبد المحسن غايب؟ اسمح لي أكلم هذه، أنا سأقسو عليك وتحمل لي محبتك يعني. يعني في بعض الناس يتصلون عليك ما ترد عليهم، في بعض الناس يتصلون ترد عليهم. طيب الناس يحتاجون، يحتاجون. وقبل ما تجاوبني خلا أخذ الشيخ ثواب، وأنت الشيخ ثواب أبو حامد، وهو منسق الشيخ الدكتور عبد الله سدحان اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية عن الماء والزيت. أنا جبته معي بعد إذنكم عشان بس يكون فيه يعني. الآن هذا الزيت لما عرضته والموية عرضته في الأسبوع الماضي جت تساؤلات كثير عنه، فأنا قلت خلونا نروح لصاحب اللي يعني مشرف عليه أو الذي يشرف عليه ونسأله عن هذه الأشياء التي بين يدي. أبو حامد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا، كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يكرمك ويسعدك. طبعا بس بعطيك دقيقة تتحدث فيها عن ما تريد في قضية يعني الشفاء، وأنت لا تنسى يعني لكم جهد جيد في إدارتكم التنفيذية المركز شفاء الذي يشرف عليه الشيخ الدكتور عبد الله سدحان. وعلى الشيخ عبد الله سدحان يعني هو يمشي على نمط الدكتور عبد المحسن أحمد أنه يعلق الناس بالله عز وجل وليس بالأشخاص، وخاصة في قضية الرقية الشرعية في اليوم ممكن يتناسب مع أغنى فقير. فأنت لما تلجأ لله عز وجل وتسأله وترجوه الشفاء العاجل، هذا ما نريده وما نرجوه. كلمة بسيطة، تفضل. أشكر الله تعالى أن وفقنا في هذا المشروع. الحمد لله. وحي أخوي الدكتور عبد المحسن الأحمد. حياك الله حبيبي، الله يحفظك أبو حامد. شكلك من زمان، شكلك من زمان ما شفته ها؟ حبيبي يا شيخ الله. أبو حامد، أبو حامد حبيب الكل، جزاه الله خير، تفضل. يا شيخ بالنسبة للزيت طبعاً هو يوزع. سألتني عن إيش تمطبعت؟ لحظة أجل، خلنا نسألك الآن. الآن هذا الآن عندنا الموية طبعا الشيخ توزع مجانا، جاوبني أبو حامد. نعم يوزع مجانا. طيب. على مستوى المملكة وخارج المملكة حسب معلوماتي. المملكة نعم. طيب العناوين والأرقام التي يمكن الحصول عليها هل هي؟ العناوين موجودة في القناة طبعا. إذا في قناة، في قناة الموزعين محتسبين. طيب. أحيانا يكون عليهم ضغط. الحمد لله. أعمال محسنين من سبيل. طيب في قناة أما كيفية استخدام الزيت، في تكفي قطرة واحدة دكتور عادل. الزيت بتكلم عن بس عفوا هي موجودة على قناة شفاء، على قناة عربسات الفضائية. نعم. طبعا هذه القناة ترى خيرية شيخ حامد. لا لا لا. القناة خيرية ولا ريع لها. ولا ريع لها، غير هذا كله ترى الرسائل اللي فيها كل شيء مجانية. والأخوان كلهم محتسبين. محتسبين، الله يتقبل طاعتهم.
وإذا فيه من أراد أن يساهم في شفاء قناة شفاء وتبناها وله الأجر في تكلفتها دكتور عادل تعادل تقريبا 500,000 سنوي. نصف مليون. طبعا حمد أهل الخير يتوافدون عليكم شيخ أبو حامد، وهذا شيء طيب ولا مانع من دعم تلك المشاريع التي نتمنى أن تكون موجودة. طيب شيخ أبو حامد بن شيخ ثواب عشان أكون في الصورة مع الناس، يعني الزيت استخدامه وطريقة استخدام أتم ذكرتهم لها، يعني شروط مهمة لابد منها للاستفادة من الزيت، وذكرها الشيخ الدكتور عبد الله السدحان. أول شيء تعتقد جازما أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا جيد وهذا مهم. سم. وهذا شيء مهم ومتفق عليه. نعم. أيضا توضع قطرات على مكان الألم، لا تكثر قطرة، البركة ما في القرورة ولا في الزيت ولا في الراقي نفسه، البركة في كلام الله سبحانه وتعالى. طيب أبو حامد عشان بس الوقت وأسئلة كثير جاءت في الأسبوع الماضي وتتناسب في طرحها عليكم، طبعا بالنسبة لقضية منتدى شفاء على الإنترنت، توجد عيادة إلكترونية داخلية في نفس في الموقع، أنا عن نفسي شرفتني كنت أحد أعضائها وأدخلها الحمد لله. شيخ يعني أبو حامد بحكم أنك مدير تنفيذي، لماذا التسجيل فقط والدخول؟ ليش ما تكون مفتوحة؟ لأنه عندنا قلة في الأخوة المعالجين. في العيادة استضافت طبعاً في الفترة الماضية الآلاف من المرضى، سبحان الله العظيم استفاد منهم الكثير وتحسن ملحوظ على المرضى، إلا القلة اللي ما استطاعوا أن يدخلون في الموقع عن طريق البرنامج ناس وأخرى، لكن إن شاء الله أنه قريباً يصير تحديث وتطوير الموقع بإذن الله. هل زيادة دكتور عادل لا حد يبحث عنه، إذا ما وجد مثلا في جدة أو في مكة أو في أي منطقة أخرى يا أخي زد في الزيت بس، كلام الله نور لا ينقطع الحمد لله، أقرأ عليه مرة أخرى زد عليه بس. وتؤيد يا أبو حامد الإنسان يرقي نفسه بنفسه؟ أكيد هذا. وأنت أبو حامد يعني وأنا أشهد لك وأشهد لك أبو مجاهد أنك لست بي يعني بقليل من المواقف اللي وقفت عليها، رقيت كثير ما شاء الله وعالجت كثير بعد فضل عز وجل وأمره، ومع ذلك أنت وأنت أبو حامد تطالب، أو أقول بصراحة شيخ ثواب تطالب الناس أن يكونون متعلقين بالله عز وجل. نعم يا شيخ، هذا صحيح، الإنسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى، أول ما وشفاء بيد الله. طيب يرقي نفسه اللي يرقي في الزيت أو حنة أو الرقات، والله بعض الرقات اللي هم يحتاجون سبحان الله. آخر سؤال شيخ أبو حامد، رقية الدكتور عبد الله السدحان جزاه الله خير التي يعني موجودة في كاسيت أو موجودة على النت أو موجودة في بعض خدمات الجوال، هناك بعض الأخوان عندهم خدمات جوال يحبون أن ينشرونها للناس لكنهم خايفين، يقول الشيخ الدكتور عبد الله السدحان يبغى حقوقها، فما أدري عن الكلام هذا؟ الشيخ عبد الله السدحان ما أخذ من قناة شفاء ولا من نفس الموقع، وهذا اللي أعرفه. في وقف لكل مسلم أبد، يعني رقية الدكتور عبد الله السدحان من أرادها فإنه أبدا يأخذها. الله عنه خير الجزاء يا شيخ. يعني لو أنا أردت أن أنشرها عادي انشرها، الأخوان في قناة بداية ينشروها عادي أبدا انشرها يا شيخ، بيض الله وجهك وجه الدكتور عبد الله السدحان وبلغ التحايا والسلام ودعوات الناس له، الله يجزاك خير. شكرا أبو حامد، حقيقة هذه يعني جدا يعني جيدة، وهذا ما نريده في مشايخنا، كنا نكسر يعني قضية العلاقات مع ناس لا نعرف منهم مجاهيل حقيقة، ومثل ما قلت لكم التواصل إن شاء الله سيكون مع الأخ الشيخ أبو حامد عبر ما ذكر من تواصل أرقام عفوا من قناة شفاء ومنتدى شفاء. الشيخ عبد المحسن الأحمد الآن الوقت المتاح هو لك، شهادة اتصالات الناس هنا آخر شريط نزل لك من تساؤلات عشان بس أجاوبها، ما أغنى فقير، إذن آخر شيء نزل للدكتور عبد المحسن الأحمد أغنى فقير، التوزيع خيري، الكميات موجودة على الشريط موجود وغريب شيخ عبد المحسن ما شاء الله تبارك الله، السعر الأشرطة الموجودة على شيخ عبد المحسن تكسبونه وما تكسبون أنا ما أدري، لكن بعض الناس يقول لهم لا تجار، والله أي تجار إذا كان تكلفة كلها هلالات ما أدري تقسمها على البائع تقسمها على المكتبة تقسمها على، بس نسأل الله يجزيهم عنا خير الجزاء. هل هناك محاضرات أو دروس باقي لشيخ عبد المحسن الأحمد موجودة ولا بتغيب عنه؟ أنا خاف تغيب عنه. في الموقع في كل جديد الأخبار. موقع على النت يكتب في جوجل موقع عبد المحسن الأحمد فيجد جميع المحاضرات أول بأول. نعم. جيد. هل تشرفوننا قناة بداية بأن يكون للشيخ برنامج مستمر في قناة بداية إذا وافقت؟ أنا هو سؤال جاء شرف لنا الله، أنا أنصح أخوان في قناة بداية الشيخ قال شرف لنا فمسكوه خلوه يفيد الناس وما أدراكم، خلوه عطوه ريدوا حلا، عطوه قضايانا قضاياكم، وأنا خلوني أترك ريدوا حلا وأريح
ولك يا شيخ عبد المحسن تفضلي اذا تريد تختم بشيء. الله المستعان. الان كم الوقت معي؟ 12 دقيقة يعني عطنا 8 دقائق لك والباقي. طيب كوكو يقول كلها 8 دقائق لك 6 دقائق تفضل. طيب الان قضية تسمع حوارك مع الشيخ ابو حامد الله يجزاكم خير. الحين لو انا مرضت وجابوا لي جميع الرقات احسن احسن الرقات في العالم، هل رقيتهم علي يقبلها الله عز وجل اعظم من رقية النفسي؟ اكيد رقية نفسي افضل، لان الله عز وجل ما قال في القرآن، قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من المضطر، أنا ولا هم؟ لا أنا. إذا أنا مضطر ليش أجيب أحد يقرأ علي؟ واحد يقول هذا حرام، لا مو حرام أنك تجيب أحد، لكن أقسم بالله لو اجتمع عليك رقاة الأرض كلهم لن تنفعك الرقية مثل لو أن واحد عندهم مجمعين الرقاة كلهم واحد وراء وكل ساعة واحد كل ساعة واحد، واحد جالس يقول يا رب أنت قلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأنا يا ربي أبرقي نفسي وأنا المضطر وأبغاها منك سبحانك، أنت حسبي ونعم الوكيل. أقسم بالله أن لا يخيب الله هذا. لأجل هذا القصة اللي ذكرتها الأخت هذه ذكرها الشيخ محمد حسان حفظه الله في منطقته، هو امرأة غاب زوجها لسبب الله أعلم بس سبحانه وتعالى. إيه غاب زوجها وهي فقيرة جدا ماديا لكنها غنية والله، وعندها أبوها الشايب، فتقول في إحدى الليالي صالت ثارت الحرارة البنت، بنتها صغيرة عمرها سنتين أو كذا، صارت ثارت عليها الحرارة، تقول في الوقت في وقت متأخر من الليل وما عندي أحد أصلا، ما عندي فلوس حق عشاء، تقول ما تعشينا ذيك الليلة وما عندي فلوس حق التاكسي اللي يوديني للمستوصف عشان أعالجها بعد الله عز وجل، ولو وديتها من يحاسب حق العلاج؟ ما عندي شيء. تقول فتذكرت قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، ذكرت الآيات كلها وقلت والله إلههم مع الله، لا والله ما مع الله أحد. تقول فجئت بالسبب والتوكل على الله عز وجل. السبب تقول ما عندي مخفض حرارة علاج، فأخذت لي ماء بارد وحطت فيه قطعة قماش حطتها على البنت وتوضأت وقلت الله أكبر، إي والله أنها أكبر من المستشفيات والمستوصفات، الله أكبر الحمد لله مربي الحال لا رب العالمين كله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى يقول ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي سبحانه. فسجدت تقول وأقول يا من يجيب المضطر إذا دعا، أنا مضطرة لا عشاء جائعين وبنتي يا رب أبغاك تشفيها. فجلست تدعو الله عز وجل، سلمت بعد الركعتين تقول لمست قطعة القماش حارة من البنت، شدت حارتها حطتها في الموية مرة ثانية حطتها على البنت والله أكبر. تقول صليت كم ركعة الباب يطق، إلا الأب والوالد لبس الجلابية شايب، مين؟ قال الدكتور. دكتور ما حتكلم ما حتكلم دكتور. تقول ففتح الباب إلا والله معاه شنطة دكتور جايب سماعات هذا، قال فين البنت؟ تقول أنا ووالدي على وجوهنا الاستفهام علامات استفهام وفي حال لا يعلم الله عز وجل، نسيت مرض البنت الآن، وشو هذا؟ إنسي ولا جني ولا؟ فدخل كشف على البنت وكتب الوصفة الطبية وأعطاني إياها. تقول فقاعد أعطوني فلوس حسابها كذا، قلت ما معني فلوس. تقول بدأ يرعد ويزبد ما بقى كلمة سب إلا وقالها، قال أنت تصلون علي في آخر الليل وفي هذه الساعة وتمسخرون علي، بعدين تقول ما معي فلوس. قالوا يا جماعة ما كلمناك يا ابن الناس، قال انتم متصلين علي انتم مش رقم كذا، قالوا احنا ما عندنا تلفون اصلا. شوي الجيران اللي في الشقه الثانيه يطلعون سمعوا الزعاق وطلعوا، قال دكتور انت فين الشقه هذه؟ سبحان الله. فراح وعالج البنت ورجع، فقال شوف والله ما جابني الله لكم غلط، انا غلطان لكن هو لم ما جابها صدفه. قال وش قصتكم من الف للياء؟ قالت والله وضعنا كذا. فراح ونزل وجاب لهم اكل، ثم راح وجاب الوصفة وجاء قال شوفوا هذا مبلغ للشهر هذا وكل شهر بعطيكم إياه، والله ما جابني الله لكم. هي كانت لو أنها معها فلوس راحت، لكن من اللي يعشيهم؟ سبحان جل وعلا. فالقضية أن الله عز وجل إن الله بالغ غصب عني والله، ولا الشيخ بس نعرف من قصة في قصة الآن. يعني الأخ نايف أو ابن نايف ودي تجيب معك الهدية، في هدية بنعطيك إياها وهي يعني فوز الشيخ عبد المحسن الأحمد بجائزة لابتوب في الأسبوع الماضي، يعطيها يعني
تقبلها أهم شيء بس. جزاك الله. الأخ عبد العزيز عبد المنعم ما جونا اتصال معه أنا آسف كذا. نايف يجي والنايف نايف سيأتي بالهدية الآن طفل صغير يعطيها الشيخ عبد المحسن الأحمد. وهذه قصص الشيخ عبد المحسن كلها جميلة وكلها يعني متابعة. هلا والله عبد هلا والله غلا. الله يحفظك. الله يجزاك خير حبيبي. الله يعطيك العافية. الله يحفظك. هذه هديتنا للشيخ عبد المحسن الأحمد وهي حقيقة قليلة جدا في حقه ولا يسعنا حقيقة لأن نشكره وندعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد. جميع قصص الشيخ عبد المحسن الأحمد ستجدونها إن شاء الله في الابتداء من السبت القادم من غد إن شاء الله على خدمتي اللي هي 88503. حتى ورقة الدكتور عبد الله السدحان سأحاول بس أعطوني فرصة أنزلها في الموقع في الخدمة ثم أنشرها بإذن عز وجل. حتى الأخوة في قناة بداية سأخبرهم بالله. إذا في فاصل ما أدري هو سيبقى معنا الآن أخوي هشام خلا. الآن بس أتمنى تشاهدون هذه اللقطات وهي لقطات دعوية لنا لوالدنا خادم الحرمين الشريفين أن يشفيه وأن يعافيه. أمنوا على هذه الدعوات المباركة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.